يا اخي ما امزح والله اشتقت لكم، سيريسلي اشتقت لكم. بس يعني صدق اني قاعده اطلع عليكم بين فتره وفتره، بس من زمان ما سولفنا مع بعض جد فتره. تدروا ما بقى شيء على سيزن التصوير، تجهيز الاعمال الرمضانيه، فلازم القرار يكون صحيح، الاختيار يكون صحيح. ف في شيء جديد جاي، مينون شيء خطير وايد متحمسة له، وايد متحمسة له، بس ما اقدر اسولف لكم عنه الحين كلش. ليما نخلص تصويره، ليما خلاص يكون جاهز. علومكم، اخباركم، وينكم، شو تسوون، جديدكم، قولولي. اليوم انتو تسولفون مو انا، ما فيني بارض اسولف، انتو سولفوا لي، اعطوني علومكم، والله طمنوني عليكم. اين انتم؟ قصيت شعرك من جديد ولا ستايل حق التصوير؟ لا ما قصيته، هي قدلة تتركب وتنشال، مستحيل اقص قدلة. ترى يا بنات نصيحة، القدلة بالذات مجازفة، مو جازفة، انا اشوفها مجازفة، لان ممكن تستانسين عليها اول يوم ثاني يوم، بس بعدين تطيحي شبدك، لازم تحملينها لين الطول، او انك تتعودين على شكلك وتحبينه مع الكتله. انا انسانه وايد صعب اني اغير، وايد يعني للحين اصلا تشوفوا شعري ما قصيته وايد، يعني حتى لو تشوفون انه طويل بس للحين مو متقبلته، متعوده على شعري الطويل. ف انا انسانه صعب اني اغير، وايد صعب، او تقبل شكل جديد وايد صعب علي. فأي واحدة تبي تغير لازم تكون متأكدة من قرارها، أو إذا كانت شخصيتك من الشخصيات اللي تقبل التغيير ما عندها مشكلة، كل يوم شيء جديد، كل يوم قصة جديدة. هني ممكن قصين قدلة، أنا تدرين بعد فترة راح تغيرين اللوك، أما أنا لا، مو شخصيتي كلش أصلا، ودي شعري يطول بسرعة 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 عشان أرجع شكلي القبلي، مع أنه مو وايد قصير، بس تغيير مو شخصيتي، مو أنا. جربت ما يخالف، جربت، والإنسان لازم يجرب عشان يعرف أو يتعلم. فجربت إن أقص ومستانسة على قصتي، بس أنا إنسانة مع الطويل دائما، ما أحب القصير. هذا استخدمه حاليا بشعري، الأهو هو شامبو، شوفوا يعطي كثافة حق الشعر من الروتس لين الأطراف، وايد أحبه. والتونيك بعد وايد 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 أحبه. الحلو فيه إنه هو يعطي فوليوم، حجم حق الشعر، لأنه بخلاصة الكافيين، الكافيين معروف دائما إنه هو يحفز الدورة الدموية في الشعر ويعطيها بوست، يعطيها فوليوم. فهذا أنا بالنسبة لي يعني هالفترة قاعد أستخدمه هو التونيك، التونيك بشكل يومي اللي خذيتوه. ها شو أخبار التحدي معاكم؟ حسيته وطلع لكم بيبي هير؟ شوفوا انا كله بيبي هيرات، كله بيبي هيرات، ني بيبي هير، ني بيبي هير. وايد احبه لانه يعطيني فوليوم حق الشعر، وايد ممتاز حق اللي عندهم تساقط، اللي يعانون من فراغات بشعرهم، وبالذات اللي تعاني من فروة راس دهنية، وايد انصح فيه، لانه هو يشتغل على الفوليوم، فالفوليوم دايما يسحب او انه ينظف الفروة، صح، يمحي الدهون، يمحي الدهون ويعطي بوست. فاللي عندها مشكلة الشعر الدهني وايد راح يفيدها. الشامبو مع التونيك فظيعين فظيعين، وانا متأكدة اللي جربوه الحين قاعدين يدعوا لي. الحين بحط لكم رقمهم بالبوتيك، الشامبو مع التونيك، التونيك بشكل يومي يا بنات، سواء غسلتوا الشعر ولا ما غسلتوا، بشكل يومي لين تخلصونه كله. والأهم انكم ترجون التونيك قبل الاستخدام على فروة الرأس في المكان، شوي بسيط، بعدين مساج 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 للفروة، مساج للفروة على الأقل 3-4 دقائق، لين هو بنفسه راح ينشف، لأن تونك مائي ما يحتاج إنكم تغسلونه بعد الاستخدام. الله، متابعتي اللي كتبت لي سجلت نادي وبديت أهتم برشاقتي وصحتي، عليك بالف عافية. عقبالي عقبالي أسجل بنادي،
او اجيب ترينر تدربني بالبيت، لان وضعي حاليا خلاص لازم رياضه. يعني قاعده اكل اكل صحي الحمد لله، مشتركه بلو كارب. لو كارب قاعد يقايس لي الكالوريز والاكل والوجبات، اخربط ساعات. بس بشكل عام انا محتاجه رياضه، بس قاعده كابر بسبب نادي يفتح النفس. نادي بالكويت يفتح النفس عشان تحس انك تبي تروح كل يوم، كل يوم تبي تلعب رياضه، او مدربه تكون صح على راسي. فعطوني نصايحكم وتجاربكم في هالموضوع. صدق اللي مجربه نادي حلو، اللي مجربه نادي حلو ومستمتعه فيه تكتب لي، اللي يابت مدربه واستفادت منها هم تكتب لي، لان الدور الجديد اللي بجسده في المسلسل الجديد يحتاج اني انا انزل تقريبا 7 كيلو من وزني علشان اقدر اوقف قدام الكاميرا. شايفين هني هذا ما ينفع كله قدام الكاميرا، ما ينفع هالخرابيط كلها لازم تنتهي. فالحمد لله الوقت موجود، عندي وقت، بس احتاج نصايحكم عشان اتجه الاتجاه الصحيح. ساعدوني. والله عقدتني واحدة من متابعاتي تقول لي ما نبي، خلاص ما نبي شغل زوجة مسكينة، بطلي لنا من هالأدوار. أبشرك الدور الجاي ما بيقول، ما راح أقول، بس شيء جديد وايد راح تحبونها. يعني جديد مو إن تكرهونها، راح تحبونها وايد، راح تحبونها. بس هذا اللي اقدر اقوله. شغل زوجة مسكينة لا، ماكو هذا نمونة ماكو. ولكن لازم اندش نادي، لازم. متى وين الله اعلم، بس لازم. اللي عارف انه لازم، شلون ما ادري. دعواتكم.